هل نركب الحافلة يا عصام؟ لا، من الأحسن أن نركب تاكسي. على خاطرك، أمتعتنا ثقيلة والتاكسي أفضل في هذه الحالة. أنت على صواب، ثم إننا لا نعرف المدينة. أرجوك أن تعتني بهذه الأمتعة، هي سهلة الكسر. لا عليك يا سيدي، اطمئن. إلى أين نذهب؟ إلى وسط المدينة من فضلك. إلى عنوان معين، شارع، ساحة، فندق؟ عفوا، إلى فندق الصحراء. هذا فندق من أحسن فنادق المدينة، ذوقكما سليم. هل هو غال؟ انتبه، انتبه إلى السيارة. أين عقلك؟ ألا ترى أن هناك علامة؟ كيف؟ أنت الذي لا تسوق بحذر؟ لا تتشاجرا، لا داعي للغضب، هذا تصادم بسيط ونحن... عصام، يا لها من مفاجأة طيبة. ياسين، أمين، أنت أيضا هنا؟ ما زلتما مسافرين على ما يظهر لي. فعلا، وماذا تفعل في الكويت؟ بإذنكم. اطمئن، سنتبادل أوراق التأمين في الحين. انقل الأمتعة إلى سيارتي. أين نحن ذاهبون الآن يا ياسين؟ أنا هنا لإعداد زفاف ابن علي وأريدكما بجانبي. ولكننا حجزنا غرفة في فندق. فندق؟ أي فندق؟ فندق الصحراء. لا لا، لن تذهب إلى الفندق، سألغي حجز الغرفة شخصيا. هذان صديقاي عصام وأمين، تعرفت إليهما في جدة. مرحبا بكما، البيت بيتكما. شكرا على ضيافتكما. يا ياسين، هل يمكن أن أصور الحفلة؟ أنت في دارك، افعل ما تشاء، لا تنسى أن تترك لي نسخة. دون شك. وإلى أين ستتوجهان بعد الكويت؟ ننوي زيارة البحرين. البحرين؟ هذه صدفة سعيدة. لماذا؟ لأنني ربان سفينة، وبعد زفاف ابنتي سأسافر إلى البحرين بسفينتي. هل تريدان أن ترافقاني؟ لا أرى مانعا، سأسأل عصاما. نركب الحافلة يا عصام؟ هل نركب الحافلة يا عصام؟ لا، من الأحسن أن نركب تاكسي. لا، من الأحسن أن نركب تاكسي. أمتعتنا ثقيلة والتاكسي أفضل في هذه الحالة. أمتعتنا ثقيلة والتاكسي أفضل في هذه الحالة. أنت على صواب، ثم إننا لا نعرف المدينة. أنت على صواب، ثم إننا لا نعرف المدينة. أرجوك أن تعتني بهذه الأمتعة، هي سهلة الكسر. أرجوك أن تعتني بهذه الأمتعة، هي سهلة الكسر. إلى وسط المدينة من فضلك. إلى وسط المدينة من فضلك. هذا فندق من أحسن فنادق المدينة. هذا فندق من أحسن فنادق المدينة. أين عقلك؟ ألا ترى أن هناك علامة؟ أين عقلك؟ ألا ترى أن هناك علامة؟ أنت الذي لا تسوق بحذر. أنت الذي لا تسوق بحذر. يا لها من مفاجأة طيبة. يا لها من مفاجأة طيبة. ما زلتما مسافرين على ما يظهر لي. ما زلتما مسافرين على ما يظهر لي. اطمئن، سنتبادل أوراق التأمين في الحين. اطمئن، سنتبادل أوراق التأمين في الحين. إلى أين نحن ذاهبون الآن يا ياسين؟ إلى أين نحن ذاهبون الآن يا ياسين؟
لن تذهب إلى الفندق، سألغي حجز الغرفة شخصيا. لن تذهب إلى الفندق، سألغي حجز الغرفة شخصيا.